ماشي ماشي أصدقائنا، أنا من اليوم بيحكي عن تمويا المحاط بأجمل فتيات المدرسة. خلوكم معنا، وقبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك بطريقكم و let's go. خط بطلنا تمويا قابل بالربيع بنت فائقة الجمال من بعيد، وأعطاها طاقيتها اللي طارت واعتبرها قدره. وبعد أسبوع ببلش الدوام بالمدرسة، وهو بالصف بيفوت عند رفيقه وبيسأله بشو مشغول. تومويا مهووس بالأنمي وبيحكي له إنه عم يدون الأخبار عنهم، بس رفيقه بيقاطع وبيحكي له إنه سمورا أجمل فتاة بالمدرسة رجعت لعندهم، وهي نصف إنجليزية نصف يابانية. تومويا بيحكي إنه تخلى عن الفتيات الحقيقيات بالعالم واستبدلهم بفتيات الأنمي والألعاب. وبعد ما يخلص من الحصة بيروح لعند سمورا، هما الاثنين أصدقاء من الطفولة، وبيطلب منها تساعده بصناعة تطبيق مواعدة يحكي عن قصته اللي صارت معه لما التقى ببنت بالمدينة وحس بإحساس حلو بوقتها. سمورا بتحياه رسامة ومشهورة باسم تاني، وهي بتستغرب من غبائه وبتقول له انه بدل ما يحاول يعمل تطبيق مواعدة لازم يلاقي البنت ويعترف لها بحبه. بس مثل ما قلنا، تمايا بطلنا رافض مواعدة البنات بالعالم الحقيقي. سمورا بتبهدله على أفكاره الغبية وبتطلب منه على الأقل يعطيها صفات البنت اللي شاف جمالها الفائق، بس كل اللي بيوصفه هو ملابسها والجو. فبترجع تعصب منه وتضربه وتحكي له ما يحكي معها، وبتقوله انه مو جدي بالموضوع ابدا، بس هو بيطلب منها تقابله بغرفة الصوتيات. اليوم هو اليوم الاول بالمدرسة للسنة الجديدة، وبيكرموا فيه طلاب السنة الماضية. فالطالبة اوتاها واحدة من اذكى الطالبات وبينادوا على اسمها للتكريم. تمايا كمان بيعرف اوتاها من زمان وبيطلع ليقدم لها اقتراحه عن اللعبة اللي بده يعملها، وهي كمان بتحقق باقتراحه وبتحكي له انه ما بيسوى وانه بتقيم المشروع صفر او اقل. اوتها هي كاتبة مشهورة برضو تحت اسم مستعار، وبيطلب منها تساعده بالقصة بس بتنسحب، وبيجي يحكي لها نفس الكلام اللي حكاه لسمورا وانه تستنى بغرفة الصوتيات. ولما بيخلص كتابة كل افكاره بيروح بحماس لعندهم، بس بتيجي بنت بصفه وبتقول له انه المعلمة بدها اياه ينقل بعض الاغراض، وبيعتذر منها وبيحكي لها انه رح يجي بكرة. بنت بتتشكره لانه التقط لها الطاقية تاعتها من اسبوع، فبينصدم انه طلعت معه بنفس المدرسة، وبينسى اتفاقيته مع صديقاته سمرة وقتها، وبيطلب منها يطلعوا سوا. هالبنت اسمها كاتو، وهي لطيفة كتير برأي تمايا، بس ما فيها شي مميز. كاتو بتحكي له انه هو مشهور بالمدرسة لانه اضاف الانمي والروايات الخفيفة للمكتبة، بس هي شخصية مملة. وبدل ما يحسن تمايا من نفسيتها بيقولها انها شخصية ميتة، لانه حتى الشخصيات المملة فيها على الاقل شي بيخلي الشخص يحفظها بعكسها. فبتسأله اذا كان هالشي مشكلة لإله، وهو بانفعال كبير بيحكي لها انه اكيد ولازم يكون لها شخصية لحتى يقدر يكمل لعبته. بتسأله كاتو اذا بيواعد اجمل بنتين بالمدرسة لانهم واقفين على الشباك ورح يقتلوه من الغضب. يجيبهم لجوا وبيعرفهم على بعض، وبيحكي لها انه هالتنتين هدول اوتاكو اكتر منه ومشهورين، وبيحكي لها انها رح تكون بطلته بلعبة المواعدة. سمورا وقتها بيضربوا كتير على غبائه وقهرهم منه ومن تصرفاته وعلى كتابته السيئة وافكاره المخربطة، بس بيحكي لهم انه رح يضل يحاول لحتى ينال اعجابهم، وبيطلب من كاتو تقابله بنفس المكان اللي تخيله انه اللقاء الاول. وسبب دعوته لإلها هو انه يدربها لتكون البطلة المناسبة للعبته، وبياخدها ليلعبها ألعاب ممكن من خلالها تعرف كيف لازم تتصرف، وبيخليها تلعب اللعبة لتحس بالكلام اللي عم يحكي، بس بأغلب الوقت بيكون عم يعطيها تعليقات، ومع هيك كاتو بتستمتع باللعبة وبتقول له انه هلأ فهمت أكتر، بس ما حبت موت البطلة وبتعتذر له انه صار وقت لترجع للبيت. بس تمايا بيقنعها تضل لوقت أطول لأنه في أجزاء تانية رح تفاجئها باللعبة، وهي لأنها واثقة انه تمايا بيحب فتيات الأنمي بس ما بتهتم وبتضل عنده. وبيقدم لسمرة وقتها أكثر من 20 اقتراح على الفاضي، فبيعطوا آخر فرصة بالأسبوع الذهبي اللي فيه عطلة رسمية، وبيطلب من كاتو تيجي لتساعده بس بتعتذر له لأنها حاليا بمدينة مختلفة. وبيضيع تمايا اليوم كله بقراءة الروايات، فبيطلع ليجيب مي لإله وحدا من الغرفة بيطلب منه كولا.
سمرة اجت لعنده على البيت لترسم رسوماتها الأسبوعية للتسليم، بس بالحقيقة هي اجت لتحفزه ليستمر. هالشي تمايا ما عم يفهمه، وكل عقله مشغول بالأنمي وعالم التودي. وفجأة حدا تاني بيرن على جرس البيت، وقتها كمان اجت لتطمن عليه، فبتتخبى سمرة وبيستقبل تمايا اوتها وبيسألها عن السبب اللي خلاها تزوره، وبتقترح عليه يستسلم بصناعة هاللعبة التافهة ويكمل حياته كمستهلك مانجا وانميات. بس بيحكي لها انه كلامها لما قالت له المرة الماضية انه ما بيعرف شو بده خلته يتصور اللي بده يعمله. لما تيجي تطلع بتحكي له انه كان لازم اخفى دراجة سمرة كمان، وبتطلع بعدها سمرة من الخزانة وبتصرخ باعلى صوت قديه بتكره اوتها. وبعدها تمايا بيتصل على كاتو وبيطلب منها تستمتع برحلتها، وان هو راح يتولى موضوع اللعبة لحاله، وبتسأله شو عجبه فيها وليش انجذب لها. تمايا بيحكي لها انه كل شي فيها كان لطيف وحلو، بس اتمنى لو انها متعجرفة شوي اكتر. وهو بيحاول يوم ويومين انه يكتب اي فكرة او شخصيات بلا فائدة. بيقرر انه رح يستسلم وبيروح لنفس المكان اللي قابل كاتو فيه، بلكي خطرت له افكار جديدة. بس هناك بتكون كاتو وبترمي له الطاقية، وبتكون لابسة ملابس فتيات الانمي، وبتحكي معه بكل لطافة وبتسأله إذا هاي هي الشخصية اللي كان بيتمناها. فعلا بتأثر فيه وبتحرك مشاعره، وبتحكي له انها رجعت من قبل 3 ايام واجت لعند سمرة وقتها، وترجتهم يساعدوها بالطريقة اللي ممكن تخليه يشوفها كبطلة. فالفستان تصميم سمرة، اما طريقة الكلام والمشي فهو من تدريب قتها. وبتقول له انهم كلهم مستعدين ليكونوا في دائرة اللعبة المقربة والعمل عليها، بياخدها ليلحقوا ويشتغلوا بسرعة. اما سمرة وقتها فبيكونوا عم يراقبوهم، والغضب واضح على سمرة اللي واقعة بحب تمايا، بس هو مو حاسس بهالشي. هيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الأول. لو عجبك هالقسم وبدك نعمل قسم تاني، وصلوا هالمقطع ل 1500 لايك، واكتبوا لنا بالتعليقات مين ألطف بنت فيهم. بنشوفكم بملخص جديد، ولوقتها سايونارا.